عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه المسلم. أنا في واحد الزمان لقيت فيك صلاحي انت خويا، ما قضيت لي والو، راك عدويا، ولينا غير نحوس على السبة باش نربيو العداوة مع الناس. الخو ولا يعادي خوه، الصاحب يمنشر في صاحبه، حتى كي زوج يتفارقوا النميمة ما تحبش. الرسول يقول لك: التمس لأخيك 70 عذرا، حنا عذر واحد وما نعطيوهش لبعضياتنا غير واش جيل للتشنف والزعفة. لعبت بينا المادة لدرجة نساتنا في ناسنا، القلب حارت بزاف، ولا الإنسان اللي يطلب السماح يشوف فيه إنسان مدلول، وداك اللي على العام حاسب في راسه حاجة، ومعادي أمة محمد بلا سبة إنسان واعر. نصيحة لك يا البنادم، حط رجلك في الأرض وبارك من العيب، اليوم راك حي غدوة راك مدفون، والهي ما تخدمش عليك المادة، يخدم عليك الفعايل اللي تديرهم على الناس. أعطي لخوك 70 حتى 100 عذر، انت ما راكش عارف حياتك كيفاش يعيشها، كلها غارق في حاله، وفي الأخير نطلبوا من ربي يهدينا ويردنا الطريق الصحيح ويعفو علينا.